بيان الفصائل الثوري المنضوية تحت قوات سوريا الديمقراطية بعد أكثر من 46 يوما من العدوان التركي الغادر لشعبنا وأهلنا في الشمال السوري وتحديدا مدينة عفرين الأبية وريفها، وبعد ازدياد وتيرة القصف الوحشي برا وبحرا وجوا وسقوط عشرات الضحايا الأبرياء من المدنيين من أهالينا، وفي ظل يحدث هذا ذلك بتوجيه من دولة ظلت 7 سنوات يطلق قاداتها التصريحات الجوفاء ويرسمون الخطوط الحمراء في سوريا. أيها السوريون، سيزول الباطل حتما وتبقى سوريا، وسيبقى السوريون المخلصين الشرفاء. لذلك ما زلنا نمد يدنا للسلام كما نحمل باليد الأخرى سلاحا لندافع عن نفسنا ضد العدوان. سوريا للسوريين، هدفنا بناء وطننا ودحر الإرهاب بكل أشكاله. عفرين عاشت مقاومة عفرين.